لا تخلط بين الشهرة والتميز، فالشهرة هي أن تكون معروفاً للغالبية، والتميز هو أن تكون متفوقاً من بين الغالبية. الشهرة هي أن يعرفك مثلاً مليون شخص، والتميز هو أن تتفوق على مليون شخص. الشهرة يمكن نيلها بأي شذوذ عن المألوف، والتميز لا يمكن نيله سوى بتطوير المألوف. أي حد ممكن يكون مشهور، بس مش أي حد ممكن يكون متميز، والفرق كبير للي بيفهم.